خشب ثمين أسود اللون صلب العود، صنع منه أو صنعت منه أغلفة المخطوطات قديما كما كانت تصنع منه الدواء. شنو اسمه؟ الأبنوس. لو الخشب الأسود، لو خشب المخطوطات. 30 ثانية يا مرتضى، فكر زين، لا مجال للإجابات الخاطئة. لا مجال للبين بين، هنا نحتاج إجابة حاسمة. عندك وقت، عندك نص الوقت باقي، بقى من عدهن 10 ثواني. أنا استبعد الجواب الأول. الأول؟ لأنه الجواب الثالث. الثالث، انتهى الوقت، خشب المخطوطات. ليش استبعدت الأول؟ باعتبار مفردة الخشب يعني خذتها على لو الأول الثاني لو الثالث يعني. للأسف الإجابة ليست صحيحة، الإجابة خاطئة. الأبنوس هي الإجابة الصحيحة.